تغطية أخبارية متواصلة مشاهدينا، أهلا بكم مجددا. إليكم أبرز العناوين. الأحزاب التي تبنت المقاطعة تتجه إلى هيكلة نفسها لقطع الطريق أمام الانتخابات، والصعيداني يعد بحملة انتخابية نوعية للمترشح بوتفليقة. انتشار رهيب للسماعات الهاتفية وسط الجزائريين، وأطباء يحذرون من عواقبها على الأذنين. أهلا بكم إلى تفاصيل الموجز. تعتزم أحزاب سياسية تبنت خيار المقاطعة للانتخابات الرئاسية إلى جانب المنسحب من الرئاسيات رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور لاتخاذ خطوات أولية مهمة لتثمين قرار المقاطعة. وللإشارة، فقد اجتمع أمس الخميس زعامات وقيادات حزبية تحسب على المعارضة برئاسة عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في اجتماع مغلق بما فيها ممثل عن حزب جيل جديد. ولمعرفة المزيد عن هذا الاجتماع يلتحق بنا عبر الهاتف جيل لسفيان رئيس حزب جيل جديد والمنسحب أيضا من رئاسية أفريا القادم. سيدي أهلا بك. سيدي، ما هي الآليات التي ستعملون عليها لتفعيل خياركم بمقاطعة الرئاسيات؟ المقاطعة إن شاء الله تكون يعني تعبير على برك فقدان الشرعية لهذه الانتخابات. الطرق والمنهج يكون دائما في إطار سلمي وقانوني، في إطار حرية التعبير وحرية التحرك اللي نص عليها الدستور. يكون نشاط ويكون تعبير إيجابي، ما نقعدوش يعني إلا في المقاطعة يعني نعم. نظرية، نصبح في مقاطعة عملية. رانا في اتصال مع الأحزاب المقاطعة الأخرى، ورانا في حوار ونقاش، وإن شاء الله في هذا الأسبوع تبدأ العمليات الميدانية نظهر يعني ما هو نعم سيدي أمام رأي العام. نعم سيدي، يشهد الشارع بروز حركات بركات ضد العهدة الرابعة، لكنها صعدت من لهجتها هذه المرة، ما قولكم في ذلك؟ نظن شيء مرتبط، باين أن النظام كله هذا مبني حول شخصية الرئيس والزمرة اللي حوله. يعني عندما نقول لا للعهدة الرابعة يعني لا لهذا نعم. النظام، شيء يعني طبيعي جدا، ما تغيرتش اللهجة. درك الإخوان كاين تظاهر هذا تلقائي، وهما مواطنين ما عندهمش يعني شعارات ملزمة، ولا كل واحد يعبر على الرأي تاعه. لكن من الشيء طبيعي جدا أنه المطلب بالنهاية هو تغيير هذا النظام اللي راه فاسد، اللي أصبح هو يأثر يعني على الحياة الجزائريين. هو يغطي على من يسرق ويقمع من يحب يعبر روح الوطنية نتاعو. نعم شكرا لك سفيان جلالي على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك. دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار صعيداني المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مراهنا على فئة الشباب، وجاء هذا خلال الندوة الوطنية للشباب والطلبة بفندق مازافرون. هذا المستقبل أيها الشباب هو الذي سنبنيه من خلال التجند لهذه المرحلة، من خلال التعبئة، من خلال التواجد، من خلال دعوة المواطنين والمواطنات للمشاركة في هذا العرس، من خلال أن كل مواطن عليه واجب أن يقوم به. لذلك فدعوتكم للمواطنين بالذهاب إلى الانتخابات دعوة سيكون للمستقبل فيها رأي وكلام. كما شدد عمار صعيداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على تجند مناضلي فلان لتنشيط الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب عبد العزيز بوتفليقة. إن الحزب الذي رشح رئيسه عبد العزيز بوتفليقة يعتمد عليكم لكي تقوموا بهذه الحملة من أجل مرشحكم ومرشح حزبكم. وأن نقول للسيد عبد العزيز بوتفليقة إن لك نساء ورجال هم معك وسيكونون معك وسيخوضون الحملة وستنجح بوتفليقة.
تتجه الأنظار هذه الأيام إلى المجلس الدستوري الذي بشر عملية دراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة للفصل في القائمة النهائية التي ستنافس على الكرسي المرضية والتي ستدوم 10 أيام. سيد أحمد هديبل والتفاصيل. بعد انتهاء مرحلة إيداع ملفات الترشح لرئاسيات أفريل 2014، ينتظر أن يشرع المجلس الدستوري في دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، أين من المنتظر أن يتم الفصل في هذه الملفات، وذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى. بالنسبة للملف الإداري يدرس طبعا دراسة معمقة، يعني كل وثيقة يحتويها الملف طبعا التي تدرس لازم ينظر فيها، يحقق فيها الى اخره الى اخره. بالنسبه للمرحله، بالنسبه للجانب الثاني وهو جانب طبعا دراسه الاستمارات، وهذه العمليه هي التي تتطلب وقتا. غربلة المجلس الدستوري لملفات المترشحين ستكون مبنية على المادة 73 من الدستور، والتي تحدد الشروط الواجبة توفرها في اي مترشح للرئاسية. هذه الشروط هذه نجدها محدده في الماده 73 من الدستور، ان يكون طبعا هذا المترشح يعني جزائري الجنسيه اصلا، ان تكون زوجته جزائريه او ان يثبت ان زوجته جزائريه، ان يدين بالاسلام، ان يكون عمره 40 سنة، ان يثبت مشاركته في الثوره اذا كان مولود قبل يوليو 1942، أن يثبت عدم تورط والديه في ثورة التحرير الكبرى 1954 إذا كان مولوداً بعد يوليو 1942، ثم الشرط الأخير هو أنه يصرح بالممتلكات. فبين آمال بعض الأسماء المرشحة في الحصول على تأشيرة المجلس الدستوري، تبقى أسماء أخرى مرشحة للخروج من السباق الرئاسي. إلى أحوال الطقس، حيث تسببت الأمطار الأخيرة التي تساقطت خلال الاضطراب الجوي الأخير في انهيار منزلين بحي بابزير العتيق بولاية تلمسان، الأمر الذي تسبب في تشرد عائلة، وبالرغم من تقارير الحماية المدنية الداعية لضرورة إخلاء هذه السكنات الأيلة للانهيار، إلا أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا لإجلاء هذه العائلات. هاد الجدران اللي طاح مزيان الحمد لله ما فيهاش خسائر بشريه. الوقت اللي طاح كانوا غير الوقت اللي خرجوا الدراري باش يمشوا يقروا، هود مع 8 قبل 20 هود. ما عندناش وين نعيشوا، راه تصب النو دي فوا نبات عند عمتي، نروح نبات عند عمتي غير باش نوسع عليهم شويه، ما كانش فين نسكنوا. طاح القطره قاعد تلايمو بيت وحده، الله غالب ما عندناش وين نروحوا، ما عندناش، ما شافوش فينا وما حسوش بينا شويه. حسوا بينا غير شويه غير شويه. من البارح والو ما رقدناش، يكذب عليك اللي يقول لك رقد. حنا ناشدوهم يرفدونا في اقرب وقت، ماشي حتى نموتوا. شحال من سنه وحنا نستنى والو، غير اللي يجينا يقولنا يوعدنا بالوعود، وعود كاذبه وفاوا حتى نموتوا. كي نموت انا كي نموتوا ويموتوا الدراري ماش عاش يدوروا بينا. ساكن هنا وزايد هنا وكابر هنا، عندي 37 عام عايش هنا. بدر دوسي ومات، وما دار الدوسي مات بالخلعه تاع السكنه اللي ما عطاوهاش، وعاود راهم يستناوني انا يطيح عليا الحيط ونموت، عاود ولدي يكبر بالك في شيء، عاود يموت هنا ونموت هنايا ويخليونا هنايا ويحسبونا الله ونعم الوكيل. إلى موضوع آخر، بات الكثير من الجزائريين يلجؤون للسماعات الهاتفية أو كما يصطلح عليها بالكتمة من أجل الاستماع للموسيقى هروبا من الأصوات المزعجة وتجنب الضوضاء، لكن هذه العادة الجديدة التي بدأت تنتشر في وسط المجتمع يمكن أن تترك أضرارا وخيمة، سواء ما تعلق منها بفقدان السمع أو التعرض لحوادث خطيرة قد تكفلهم حياتهم. المديد في تقرير من المجرب. طغت في الآونة الأخيرة موضة أصبحت مألوفة لدى المجتمع الجزائري، إذ نلاحظ أن جل الشباب ومن الجنسين يضعون سماعات الأذن التابعة إما للهواتف النقالة أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. كي نكون نسمع الموسيقى، وثاني كي نكون برا نهدر في التليفون. 6 بار جور 7 un peu bzaf chouya la balé mais daiman fi wdni donc في les entraînements j'utilise kit main avant de dormir j'utilise kit main sma musiqa kin song nahdar behom donc la plupart du temps gafi wdni.
الاستخدام المفرط لسماعات الأذن الخاصة بأجهزة الهاتف المحمول سواء للحديد أو سماع الموسيقى لأكثر من 45 دقيقة يضر بشدة حاسة السمع حسب ما أفاد به بعض الأطباء المختصين. وسائل تاع الكتمان أو وسائل باش يسمعوا الموسيقى ويسمعوا القرآن ما لازمش يكون استعمال مفرط. خلايا تاع الأذن الداخلي اللي نسمعوا بها راهي ما تحملش هذيك الأصوات، هذاك الصوت لما يكون مستمر، وهذا لما يضره راه يكون فيه خطر. الإدمان على سماعات الهواتف النقالة التي يضعها الشباب والشابات بأذانهم والاستمتاع للأغاني بصوت عال الظاهرة الممتعة والخطيرة في آن واحد قد تهدد حياتهم الصحية، فهل سيواصل الشباب المجازفة بحياتهم رغم خطورتها أم أن المجتمع الجزائري دائما يستعمل التكنولوجيات الحديثة في شقها السلبي؟ ختام الموجز، إلى اللقاء.